أنا طالب فهد القحطاني، طالب تميز من برنامج موهبة في جامعة نيويورك يونيفرسيتي. سبب التحاقي في البرنامج كان بعد مقارنة مطولة بين برامج السعودية الابتعاث، حتى وصلت البرنامج تميز التابع لموهبة. البرنامج كان يقدم مميزات تساند في تحقيق أهدافي الأكاديمية. تجربتي كانت مميزة جداً لأن اتضحت لي الصورة وبسطت لي اختيار الجامعة والتخصص. تعلمت في البرنامج أني مسؤول عن اختيار الجامعة والتخصص اللي مناسبة بالنسبة لإمكانياتي، وأيضاً تعلمت أهمية التقديم في الجامعات هذه وأهمية الاجتياز في اختبار السات، وأيضاً تعلمت أهمية كسب مهارة البيرسونال اسي. أثر البرنامج كان إيجابي جداً من الناحيتين، الناحية العلمية وأيضاً الناحية الاجتماعية. فمن الناحية العلمية حصلت على حصيلة علمية كبيرة جداً من خلال دراستي هنا، ومن الناحية الاجتماعية كسبت ثقة بالنفس بسبب الاعتماد على النفس في الغربة. سر النجاح كان بذل مجهود كبير وأيضاً استمرار التركيز على الهدف لفترة طويلة.